وصلنا معاكم للفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة، جولة سريعة في عناوين الصحف. معنا على الهاتف أستاذة حنان الغزاوي الكاتبة الصحفية. صباح الخير أستاذة حنان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، كل سنة حضرتك طيبة وكل سنة والمصريين كلهم بخير يا رب. وأنت طيبة وشعب مصر كله بخير يا رب. جولة كده سريعة مع حضرتك وتعليقك على عناوين الأخبار النهاردة، وهبدأ معاكي من جريدة الأهرام. مصر لن تكون قاعدة للإرهاب وقوى الشر والتدمير، الرئيس في عيد الشرطة لن ينال أحد منا مدام المصريون متحدين. بعد مرور 7 سنوات أستاذة حنان، ومع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة، وحضرتك بتشوفي إزاي الرسالة موجهة لكل المصريين أنهم يفرحوا بالإنجاز اللي هم وصلوا له ويحسوا بيه؟ طبعا دي رسالة، مش بس رسالة قوية من السيد الرئيس، مش بس لشعب مصر، هو للعالم كله، بيقول له ان احنا بلد قادرة على اننا نواجه الارهاب بمفردنا، مصر تواجه الارهاب بمفردها وكالة عن العالم كله، بيبث الطمأنينة والاطمئنان للشعب المصري اللي عانى كتير خلال السنوات اللي فاتت من جماعة إرهابية، يعني خربت كل حاجة، خربت الكثير من، سواء كان من مشروعات، من حالة نفسية للشعب المصري، ولكن إحنا قادرين إن إحنا نواجه كل ده. والسيد الرئيس دائما ما يؤكد على إننا شعب قادر إن هو يقف قدام الإرهاب وأي قوة ظلامية بتنال من الشعب المصري. أستاذة حنان، علاقة الشعب المصري والشرطة من 25 يناير، من 7 سنين والنهاردة، لو حضرتك قلتي ملخص الفترة دي كنا إيه وصلنا لإيه؟ طبعا الصورة تغيرت تماما، بقى فيه يعني تفهم كامل من الشعب المصري للدور النبيل اللي بيقوم بيه رجال الشرطة. هم بس مش بيحمونا واحنا ماشيين في الشارع، لا، ده هم بيحمونا واحنا داخل بيوتنا واحنا في شغلنا في كل مكان، هم العين السهرانه علينا. احنا ما كناش فيه، كانت فيه يعني جماعه ارادت ان هي تعمل خلل وتزعزع الثقه دي بيننا وبين الشرطه، اللي كانت طول عمرنا لما كان واحد عنده مظلوميه كان بيروح لاسم الشرطه، لكن سرعان ما يعني تلاشت هذه المعامله السيئه اللي كان الشعب، بعض من افراد الشعب المصري وجهها لافراد الشرطه. ولكن احنا دلوقتي في روح حلوه، او انت بتمشي في الشارع بتلاقي يعني معامله جيده جدا ما بين الضابط او العسكري وبين المواطن، وان شاء الله تبقى افضل من كده بكثير. واحنا بنقول ان احنا الفتره اللي فاتت كانت سيئه جدا علينا، وبالفعل يعني كانت حالة غير مفهومة، والشعب المصري مش متعود على بقى، احنا مش متعودين نبقى في روح عدائية بيننا وبين اي فئة من افراد الشعب، وخاصة اذا كانوا افراد الشرطة. طبعا طبعا، يعني افراد الشرطة اللي قدموا حياتهم عشان الوطن يعيش، وبنقول ان الرئيس في كل مرة دايما القيادة السياسية حريصة انها تأكد للشعب المصري ان لا مكان للفاسدين ايا كان هم مين وفين موقعهم في الدولة. اروح مع حضرتك لخبر، اتفضلي. بقول ان دائما الرئيس بيؤكد على ده، دائما في اي مناسبة لازم يذكر أرواح الشهداء، سواء كان من الشرطة أو الجيش أو كمان الأفراد العاديين، دائما بيؤكد إن إحنا لابد إن كلنا نبقى إيد واحدة، إن كلنا نكون يعني عطائين لبلدنا مصر، دايما يؤكد على هذا. وطبعا كلنا لازم نكون يعني عند حسن الظن السيد الرئيس. تمام، نروح لخبر تاني من جريدة المصري اليوم. الخبر بيقول السيسي أول المتقدمين لخوض السباق الرئاسي، الوطنية للانتخابات تبدأ حصر توكيلاته وكارم منسقا للحملة. برضو تعليقا على الخطوة دي، والرئيس عبد الفتاح السيسي قدم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الخامس، وحرب شرسة بدأت منذ، مش هقول انه قليل، لكن من فتره. الرهان كان على شعبيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس اكد كمان في المؤتمر انه في نزاهه في الانتخابات، انه مش هيحجر على راي المصريين في يختاروا مين اللي يكمل المسيره، لكن عقب على حاجه واحده بس، انه مش هيسمح لاحد الفاسدين، وبناكدها مره تانية، انه يوصل للكرسي اللي فيه ثقه كل المصريين.
طبعا دي رسالة برضو تانية بيقدمها وبيوجهها السيد الرئيس لشعب مصر، وبرضو لكل يعني من تسول له نفسه ان هو يطول من المصريين او من الدولة المصرية. ده بيدلنا ان الرئيس جاد في ترشحه بناء على رغبة الشعب، ويعلم جيدا حب الشعب ليه رغم كل القرارات الاقتصادية الصعبة اللي يعني خرجت في الفترة السابقة، ولكن هو يراهن على وعي المصريين في انهم بيتحملوا من اجل بناء الدولة اللي في السنوات الماضية انهار اقتصادها وانهارت كل مؤسساتها. بنقول ان السيد الرئيس كانت كلمته واضحة وقوية وصريحة انه لن يسمح لاي فاسد بالجلوس على مقعد او على تولي عرش مصر او الدولة المصرية. هو يعلم جيدا ان اللي مخبت نزيها هو شوفي رغم كل ما يصدر من بعض المرشحين وتجاوزتهم، ولكن هو لا يبدي اي استياء لذلك، بيقول كل واحد يرشح نفسه، لكن يا مصريين اختاروا الصح، لو اخترتوا حد فاضل انا هكون يعني اول واحد معاكم، يعني ما عنديش اي اشكاليه خالص، لكن هو لن يسمح. وده شيء كويس عارفه ياكد لك ان هو خايف قوي على مصر، خايف على شعب مصر ان هو يرجع تاني لنقطه الصفر. احنا ما عندناش يعني اي رفاهيه ان احنا نرجع لنقطه الصفر وان احنا نعاني والدوله تعود الى خراب لمنشاتها ومؤسساتها وكل شيء، حتى القيم الانسانيه انهارت في الفتره اللي فاتت. السيد الرئيس جاد في ترشيحه بناء على رغبه الشعب، هو عارف كويس قوي هو هيكمل المشروعات اللي بناها، وهو كمان خايف قوي على المشروعات اللي قام بيها في الفتره السابقه، وخايف ان اي حد تاني ممكن يجي يهد كل ده. هو جاوب على ده استاذه حنان من خلال يعني سؤال كان طرح على سياده الرئيس، وقال حتى اللي حابب انه يوقف او يفكر انه يعرقل المسيره دي مش هيلحق لاننا تقريبا خلصنا، وده برضه بيؤكد عزمه واصراره. انا هروح مع حضرتك دايما يقلل من السنوات اللي كانت بتاخد سنين، انت عشان تعملي كوبري كنا بنشوف 3-4 سنين قبل ما يتعمل، وتعمل بطريقه يعني فيها بعض الخلل، لكن انت دلوقتي بتشوفي مشروعات عملاقه، انت عندك الطريق الدائري، البنها الاقليمي الحر، حاجه يعني من الخيال، عندك طرق، عندك شبكه طرق، شبكه كهرباء، شبكه اسكان، بصي انت عامله كل المشروعات القوميه سرعه الانجاز احنا بنشوف ده يعني. طيب خليني اروح مع حضرتك سريعا استاذه حنان. نفس القدره اللي السيد الرئيس بيشتغل بيه، هو عارف كويس قوي ان الشعب المصري قادر على الانجاز، لكن هو بيتكاسل. طبعا بيتكاسل، لكن الرئيس بيوجهه انه لازم يشتغل. هو يمكن في مره قال انا بصحى من الساعه 6 الصبح اشتغل، هو عارف المصريين كده، يا ريت يعني نوصل للمرحلة دي. احنا كمان بنتمنى، وانا بشكرك جدا استاذة حنان الغزاوي الكاتبة الصحفية على مداخلة حضرتك معانا، ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير. شكرا ليكي. يعني قبل ما نختم حلقتنا لان الوقت يعني جري بسرعه، خلينا سريعا كده نقرا عنوان الاخبار من جريده الاخبار ايضا. الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطه، لن نترك ثارنا ودماء الشهداء، دافعنا لمعركه التنميه. والحقيقه برضو دي من الكلمات الواضحه والصريحه ورساله طمانينه، مش بس لجنودنا جيش وشرطه اللي واقفين وصامدين في حربهم ضد الارهاب، لكن كمان رساله طمانينه لكل أهالي الشهداء، لكل الأسر اللي كانوا سامعين الكلام ده، إن دماء شهدائنا مش هتروح هباء ولا هتروح هدر، لكن مصر بتسأر لشهدائنا من الإرهابيين، من كل اللي عملوا فيهم كده، كمان من كل الفاسدين اللي لسه لغاية دلوقتي ما حطناش إيدنا عليهم، لكن إحنا مستمرين في التنمية، والتنمية والبناء أعتقد إن ده أكبر رد على كل الإرهابيين. نروح لجريدة الوطن والخبر الأخير معانا النهارده، المغازي رفض إثيوبيا، توسط البنك الدولي ليس نهاية الطريق، وده بيأكد برضو لحضراتكم كلام حسام المغازي، دكتور حسام المغازي وزير الري الأسبق، على إن
ان الطريق في مفاوضات سد النهضه مش مقفول، ولو المفاوضات او اثيوبيا رفضت توسط البنك الدولي زي الخبر ما بيقول، لسه في كروت ثانيه مصر هتعملها او هتستعملها للضغط، في محاكم دوليه، في حاجات كتير جدا. لكن الناس اللي بتقول ان الكارت الاخير هيكون الحرب او يعني ان احنا نضرب سد النهضه او غيرها من الحاجات المنتشره على السوشيال ميديا، يا جماعه مصر اكبر من كده بكتير قوي، وخلونا نستنى. مصر حريصه رغم كل المشاكل اللي بنتعرض لها من حصتنا في الميه بسبب التغيرات المناخيه، وده كل الناس عارفاه. انا بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده من صباح النور. نتقابل معاكم في صباح جديد، فريق عمل جديد، وشكرا، والى اللقاء. ومره تانيه كل سنه وانتم طيبين.